الآن كلنا في الميادين، نحن نقف في هذا المؤتمر الآن على بعد أمتار قليلة من ميدان التحرير، وبعد هذا المؤتمر سأتوجه مباشرة إلى ميدان التحرير لأشارك الثوار استمرار ثورتهم والبقاء في هذه الثورة إلى أن تتحقق كل الأهداف: القصاص للشهداء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك أقول أن من واجبي كمواطن مصري من أبناء مصر من هذا الشعب، واجبي كثائر، واجبي كأخ وكأب للثوار، واجبي كمسؤول في المستقبل عن مصر كرئيس للجمهورية عندما يختار الشعب، واجبي القصاص للشهداء، القصاص ممن قتلوا أبناء مصر، القصاص ممن وجهوا الرصاص إلى عيون المصريين، المحاكمة العادلة القائمة على الأدلة الجنائية الكافية لمن قتلوا الثوار، لمن أراقوا الدماء، لمن نهبوا الأموال، لمن أفسدوا الحياة السياسية، لمن باعوا الوطن ونهبوا أمواله لأعدائه. ولذلك نحن جميعا أيها الإخوة في هذه المرحلة لابد وأن ندرك وأن نعي أن استمرار الثورة وبقاء الثوار في مواقعهم في الميادين هو الضمان الوحيد لتحقيق الأهداف والغايات. إن هذه اللحظة التاريخية الفارقة تستوجب أن تستمر الثورة وأن يستمر الثوار حتى تتحقق كل الأهداف. ولذلك أقول لكم جميعا أنني في المستقبل القريب إن شاء الله، حال أن أكون خيار هذا الشعب ضد الثورة المضادة وضد من يدبرون بسوء، حال أن يكون هذا هو اختيار الشعب لي، فإنني مباشرة سوف أقوم أولا بتشكيل فريق من البحث الجنائي ومن النيابة العامة ومن المتخصصين على أعلى مستوى لتقديم أدلة اتهام وأدلة ثبوت حقيقية ضد من قتل الثوار وضد من أفسد الوطن وضد من خرب البلاد وضد من هرب هذا المال خلال عشرات سنين إلى خارج الأوطان. ثانيا، أن يكون بالضرورة وعبر المجلس الأعلى للقضاء قضاة تحقيق، فريق من قضاة التحقيق المستقلين للتحقيق في هذه الأدلة، في أدلة الاتهام ومع المتهمين وبأدلة الثبوت، لكي يحققوا مع من تنالهم هذه الاتهامات وتلك الأدلة. ثم بعد ذلك يتم تقديم الجناه الحقيقيين إلى المحكمة، إلى دوائر محكمة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال رئيس الجمهورية، مشكلة دوائر من المجلس الأعلى للقضاء لإجراء محاكمات عادلة ناجزة سريعة
ضد كل من أفسد وقتل وأراق الدماء وزور إرادة الناس. أيها الإخوة الكرام، أؤكد مرة أخرى على أن مصر وأبناء مصر الثائرين مستمرون في ثورتهم، وأن هذه الثورة لن تهدأ ولن تقف ولن ينقطع تيارها وبقاؤها في الميادين حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، وحتى يتم القصاص من الجناه الذين ارتكبوا جرائم القتل والتزوير والسرقة والفساد. وأؤكد مرة أخرى أني مع الثورة، وأني ثائر مع الثورة، وأنا رئيس للجمهورية أريد أن تبقى الثورة وتستمر الثورة. الضمان الحقيقي للوصول إلى الأهداف والغايات، إلى الاستقرار، إلى القضاء الناجز، إلى الحكم العادل، هو الثورة والثوار في الميادين. أحييكم، أشكركم. المقام مقام ثورة واستمرارها، ووطن ونجاح ثورته، كلنا ندرك هذا، وكلنا مستمرون في طريقنا، وقريبا تتحقق هذه الأهداف إن شاء الله.